فرحانه الحمد لله بخير. ضروري راه الواليد يديروا تعيط تشوف لابريس ميريكان الروسي غضرب غدا راه سي نورمال عادي راه حنا بشر كنبقاو في هذاك الكونت الحمد لله بلادنا دخلتنا وهذاك هو ربح. من رجعنا لبلادنا راه الحمد لله. كيخليتوا الاجواء تما في اوكرانيا؟ كشي اللي نقول لك الناس ديال اوكرانيا يعني عندهم نورمال بحال ما واقع والو. بصح حنايا كنا في يعني في المغاربه والدينا مشطونين علينا العائلة ديالنا مشطونين علينا ما خلوناش نريحوا. اجراءات غير بي سي ار و تيست كورونا صافي هذا الشيء اللي كاين. درت معنا الجامعيين نمشيو نكملوا قرايه حنا اونلاين كاين اللي دارت معاه اونلاين كاين اللي دارت معاه خصو يبقى كلها هو. كانت واحد لا بيريود اللي صعيبه في حياتنا وكتشوف انه بلادك باغا دير معاك حل ولكن هما كيخليوك واحد الوسط كيقولوا لك انت يا اما الا هبطتي غتحمل مسؤوليتك ديال انك لونيفرسيتي ديالك ما غاديش تبقى يعني ما غاديش تبقى تقرا غتاخذ اشيس لينيا اللي هي الطرد. فاحنا كنا في واحد كان فينا واحد ستريس اللي ما يمكنش. الحمد لله خويا الحمد لله داكشي اللي كنا باغيين وما كاينش ما احسن من البلاد الصراحه. صراحه الاجواء كانت نورمال جينا ما طلبوش منا فاكسان طلبوا منا غير بي سي ار وصاي وما طلعنا. صح كاين المغاربه بزاف ولكن الاوضاع عاديه فهمت ما كاينش شي حرب ولا غير ولكن المغاربه بزاف اللي هبطوا. الصراحه الاجواء اخي جد عاديه زعما ما كايناش ما كاينش زعما داكشي ديال الحرب وهذا بنان معادي فهمتي غير احتياط وصافي خفنا طرا شي حاجه ردينا رجعت لليونيفرسيتي قرايه اونلاين ورجعنا في حالاتنا. بروسيدير ساهلين طلبوا منا بي سي ار 48 وصافي الباسبور ديالك صافي. رحله جميله تهلاو فينا الحمد لله وصلنا مزيان وفرنا الظروف كلشي داز مزيان الحمد لله. باقي دي بروبليم مع لي زونيفرسيتي مي بداو كيتحلوا شويه بشويه. ما كانتش صعوبات في الرحله كانت رحله زعما عاديه زوينه مزيانه في اجواء مزيانين صراحه زعما غادي نكملوا غادي نقراو اونليني اكلوا غادي نقراو اونليني هادشي اللي قالوا لنا زعما بوغ لانستون مازال ما قالوا حتى شي قرار واحد اخر صافي. كنتسنى البنيه ديالي كتقرا في الفيف في اوكرانيا وهذا عند العام الرابع والحمد لله سيدنا دار هذه المبادره ملينا يعني الحرب على الابواب وهذا شيء الحمد لله. انتم كنتم مخلوعين كتسمعوا هذه الاخبار كنتم مخلوعين؟ كنا من طبيعه الحال الله يسمح لنا من الوالدين كنا مخلوعين ولا بدا شويه راه كتحس بالغربه وفين غادي يلتجؤوا الى الله يستر الى ناط الحار فين غادي يمشي وفين غادي ما كاينش فين غادي ومادام اللي كتجي الحضن ديالك الحمد لله كتقول اللهم لك الحمد